قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. المرأة إذا نشزت أي عصت أمر زوجها فإنه يبدأ معها بالموعظة ولا ينتقل إلى ما بعد الموعظة إلا إذا أيس منها لم تنتفع من الموعظة، فينتقل إلى الهجر وهو أن يهجرها، والهجر في البيت وليس خارج البيت، يهجرها في الفراش أي لا يأتيها لا يجامعها، هذا هو الهجر، أن لا يجامع لكن يعيش معها في البيت ويبقى في البيت لكن يمتنع أن يجامعها، يعني كما يقول تأديب نفسي لها. ثم إذا صلح حالها فالحمد لله، إذا لم يصلح حالها فله أن يضربها، ولكن يضربها ضربا غير مبرح، لا يضربها كما يضرب الرجل وإنما ضربا غير مبرح، ضرب نفسي أيضا فقط ليبين كما يسمونه ضرب إهانة أو ضرب ليحسسها أنه غضبان أنه زعلان. ولذا قال بعض السلف يضربها بالسواك، يتصور السواك، شنو السواك هذا؟ مو سواك هذا، خليني أوريك سواكي لحظة شوي، هذا سواكي أنا ما يعور. طيب، فالمقصود أن يضربها بالسواك قال بعض أهل العلم، أي أنه ليس المقصود الضرب لذاته وإنما المقصود أن يحسسها أنه متضايق، هذا المقصود، ولا يضربها كما يضرب الرجل، وإذا قال ضربا غير مبرح طبعا، ولا يكسر لها عظما ولا يضرب الوجه